السلام عليكم خاوتي أزول، تحياكم الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينكت، ذات قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي حصة اليوم إن شاء الله نتكلم على مباراة الجزائر نيجيريا والفوز المعنوي لمحاربي الصحراء ضد النسور نيجيريا، هدفين مقابل هدف واحد. مباراة كانت جميلة حماسية، مباراة كان لها طابع، نشوف فيه طابع رسمي، تحسب مباراة رسمية من الجهتين. المنتخب النيجيري أدى مباراة في القمة وأسل العرق البارد لمحاربي الصحراء. المنتخب الوطني بدأ المباراة بطريقة كما يقال متذبذبة، ولكن أداء في الشوط الثاني كان أداء جميلا. حاول نتكلم على تشكيلة المنتخب الوطني، على أداء بعض اللاعبين. هل المنتخب الجزائري استفاد من هذه الوديتين، خاصة ودية نيجيريا وودية غينيا؟ هل استفدنا من هذه المباراتين؟ هذا ما سنتكلم في هذه الحصة بإذن الله. أحسن حاجة وأجمل حاجة هو الهدف الرائع ليوسف عطار، هدف بصاروخية لا مثيل لها. المنتخب النيجيري أدى مباراة جميلة وضيع حوالي 6 فرص تهديفية. الدفاع المنتخب الوطني كان في المستوى بقيادة ماندي وطوبة، الظاهرين سبعيني أدى مباراة جميلة، حتى عطال أدى مباراة في المستوى. هل استفدنا؟ المنتخب النيجيري درسنا القائمة تاعه وتكلم عليها في الحصة السابقة، قائمة عنده تجديد حوالي 60% في تشكيلة الفريق، جاب مواهب من أوروبا، جاب مزدوجي الجنسية. شفنا المنتخب النيجيري هو اللي استفاد من هذه المباراة، الجزائر لم تستفيد لأن الناخب الوطني كان يبحث عن النتيجة قبل أن يجرب أي لاعبين. حقيقة لعبنا مباراة مقبولة، طريقة اللعب هذه لو كانت طريقة اللعب هذه اللي لعبها جمال الماضي اليوم، لو كان لعبها ضد الكاميرون كرانا في كأس العالم ولا نحضر مع أقوى المنتخبات العالمية، ولكن الناخب الوطني كان له رأي آخر، لعب 5 مدافعين ذهبا وإيابا ضد أضعف منتخب كاميروني في التاريخ. اليوم المنتخب الوطني لم يستفد من هذه المباراة. زدادكا 0 دقيقة، لم يلعب زدادكا اللاعب الموهوب اللي تكلمنا عليه كثيرا. ما هنا تشوف بلي زدادكا هو الخيار الثالث للناخب الوطني، الخيار الاول هو عطال لعبه اليوم وسجل هدف في المستوى، لكن عطال غير منتظم في اداء وعنده اصابات كثيره. الخيار الثاني الاول اللي جاب الماضي هو حسين بن عيادة، وزدادكا هو ثالث خيار. بنشوف الناخب الوطني يستدعي 3 في لاغوش، عفوا في لادروات في الظهير الايمن، تعرف بلي ما راش يدير ثقه في عطار ويخاف من لابليسير تاعه، ولكن هو يبقى رقم واحد تاعه. المنتخب الوطني اليوم شفنا منتخب يحوس على النتيجه باش نفيق باللي ما باش ما نروحش في عمايه، باسكو الناخب الوطني بهذه الطريقه غادي يخلي غير ليكيب تيب. كاش ما شفنا شونجمون، كاش مشنا حاجة جديدة تشبيب من خاطي صاحبي يقول لك انا ربح رزب راح ربح بلايلي ربح فلان ربح فلان ربح صيف، ونخلي ليكيب تاعي تيب تاع مداري وزيد معاها بالعملي شوية بونجا نقعد هي هي ونجر الكوب دافريك تاع عفوا كوب دافريك تاع كوت ديفوار، راني خايف بعيد الشر يضربنا يضربنا الحيط وتماك لا ينفع الندم. انا تمنيت تكون الجرأة للناخب الوطني ويكون تجديد دماء شبيب، باسكو من نشوف دروك زدادكا ما لعبش، ميريزاك ما لعبش، عموره دخله 7 دقائق ولا 8 دقائق التاليه، ما في وقت عموره مازال الان ما غاديش نشوفوه باسكو ما راش تاكل عليه. كاين غير ادم والناس من دخل، باسكو اليوم تشوفوا بلايلي كان خارج الاطار يوسف، باسكو كاين مشاكل تاع براست تاعه. البارح خرج الخبر اللي غادي يريزيلي الكونترا تاعه مع براست، مشاكل في بالك كش معد بعثوا لها براست ايميل ولا عبساقي ولا اللي غنجي ايميدياتمو، كاين امور صارت لها من مورال، حنا ما لعبناش واش صرا له. اليوم يوسف كان خارج الاطار
وادم الناس من خلفه دار ديك كما يقولوا دار الرعب تاع وادم الناس ما عندنا ما نهضروا عليه. نتكلموا حال الزغبه، حال الزغبه بالنسبه ليا مسمر بلاصته نورمالمون بولحي بلاصته راهي في الريس، خاصه من سنيه في منتخب في فريق من القسم الثاني في السعوديه. عطال اليوم الحمد لله من لم ما كانش عنده اصابات، ولكن الاداء تاعه كان مقبول، والهدف هو اللي ما كانش عنده اداء قوي قوي كما العاده، ولكن الهدف تاعه كان من اجمل الاهداف في التاريخ تاعه مع ليكيب ناسيونال. بن سبعيني اداء تاعه احسن من مباراه غينيا، كانت عنده ديك جاب ضربه جزاء، وضربه جزاء هما قالوا صحيحه ولا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي صحيحه، ولكن واحد الحكم قال لي لا، قال لي سي ان كونتاكت تاع جو. انا بالنسبه لي انا كمتفرج بان لي صحيحه، هو الحاكم قال لي لا، قال لي كي ان كونتاكت، قال لي جات صدفه هذيك الكونتاكت معه، والله اعلم. انا بالنسبه لي انا ضربه جزاء. طوبه اداء في القمه، زيرو كما يقولوا فوت، ابصم على انه ظلم من بالماضي في السابق. طوبه ظلم، لو كان استفد معاه من كوب دافريك اللي فاتت لو كان راه دار حاله، ولكن لا غالب. ماندي ادى مباراه مقبوله، فرصتين لمنتخب نيجيريا، هو اللي انقذ المنتخب من اهداف التعادل لمنتخب نيجيريا. زروقي اداء متوسط، زروقي انا ما يقنعنيش، ناقص بزاف. بن ناصر الله يبارك دينامو، ولكن زروقي انا بالنسبه لزروقي تاع احتياط تاع دي من اكادير ودمر. اليوم نشوف زروقي ما عجبنيش. زرقان كالعاده لم يتاقلم مع المنتخب الوطني، ما راه يعطيه في لي شونس الناخب الوطني، يعطيه شعار من شونس، ولكن ما راه مازال ما عنده مستوى تاع المنتخب. دخول تاع بن طالب كما يقولوا جاب التوازن لوسط الميدان المنتخب الوطني. ماغري بن ناصر وبن طالب تحس باللي نيفو واحد ملاح، وبن طالب بارابور تاع راه مباراه في المباراه راه ياكد باللي الرجوع تاعو جاب الاضافه للمنتخب الوطني. رياض محرز بالخبره تاعه سجل ضربه جزاء، دخل مكانو معموره في دقيقه 83، ولكن محرز ما كانش ذاك محرز توب توب، تحس بلي محرز مورالمو ما راهش مليح، تحس بلي الوضعيه تاع السيتي راهي مأثره عليه، وضايع المونديال تاني راه مأثر عليه. بلايلي قلنا بلي كان خارج الاطار، اليوم بلايلي تحس به راه يلعب لانديفيديال، يلعب على الشعب، على التيبون، على عفسه كبيره، ماشي يلعب كوليكتيف، والمشاكل تاع براس راه اثرت عليه اليوم في المباراه. سليماني تحرك ودار شويه فرص، ولكن لم يحلفه الحظ اليوم بالتسجيل. ديلور دخل ربع ساعه تاليه وكان كالعاده ما لحقاتهش فرص، ضيع هذيك المخالفه، ولكن ما راهش داك ديلور اللي يدير البليس كيما محرز. محرز دخل ربع ساعه تاليه يدير لك البليس. اليوم لعبنا تقول مباراه رسميه، السليماني ضيع عدة فرص. انا نشوف واحد المعطيات درتها هنايا، ماندي انقذنا في شعار مرة، اليوم نشوفوا بلي المنتخب الوطني لم يستفد من هذه الودية، لاننا لم نشرك اللاعبين شبان، خاصة زلاتكا وميريزاك. ميريزاك ما على باليش المنتخب الوطني، الناخب الوطني قال في الندوة الصحفية، قال لهم بلي جاي يشوف الاجواء، هذه ما غلط، ما درتاش لي شوا تاعك، قول لي شوا تاعي وصاي، ولكن تقول باللي جبت يشوف الاشواء، هذه حجه باطله للكوتش جمال الماضي. الكوتش بالماضي غادي نعطيكم حلقه قدميه باللي بنسبه 99% ما يزيدش يلعب في وهران، وفي الحصه القادمه باش نعطيكم الاسباب. منتخب نيجيريا استفاد من المباراه، ولكن نحن لم نستفد من المباراه، لان لعبنا بالكيب تاع العام اللي فات، غير هي كاين غير كالكو عفاسي خفاف، ولكن جينيرالمون لم نستفد. الناخب الوطني راه يلعب على سلسله الهزيمه، وهذه سلسله الهزيمه هي اللي غادي تدخلنا في حيط. انا ما عندي ما ندير بجد هذه سلسله الهزيمه، سلسله الهزيمه هي اللي دخلتنا في حيط. هذه يا خوتي قلنا لكم، هذا هو ما استنتجت من هذه المباراة، هذا رأيي المتواضع،
وكل واحد ورايه ونحترمه كاع الريان باذن الله. نتمنى في نوفمبر تكون مباريات وديه قويه امام منتخبات تشارك في المونديال ان شاء الله. هو قال بلي كاين جوج مباريات، ولكن واحد يقول السويد يقول ديك اللي جا مرحبا بها، ماشي مشكله. احنا رانا في طور اعاده هيكله المنتخب، ولكن بوجوه جديده وليس بوجوه قادمه. تحيه لكم اونتو دي فراجيلي، والسلام عليكم.